طبعا كلنا كنا شايفين كم واحد من فرق الإنقاذ، 50 60 70 واحد من فرق الإنقاذ حوالين البير وحوالين الفحرة، بس كل دول ياخدوا كام يوم عشان ينقذوا طفل. طفل واقع في بير يوم واتنين وتلاتة واربعة وخمسة. في حد ممكن يعمل حادث ويفضل 5 أيام مرمي في مكان من غير ما حد ينقذه وعايزينه يطلع حي؟ سبب الموت ده اللي حواليه وإحنا والإهمال بتاعنا. إهمال لما نسيب واحد وقاعدين نتفرج عليه 5 أيام من غير ما ننقذه. ما كانش فيه وسيلة غير إن إحنا نجيب الفحار عشان يفحر، وعايزين ننزل 30 متر تحت بحفار، في حفار هيفحر 30 متر تحت؟ وإحنا ما عندناش حاجة اسمها بريمة إن هي تخرم وتنزل، ما عندناش حاجة اسمها بريمة بالليزر إن هي توصل في المكان اللي أنتوا عايزينه وتوصل في أي مكان. لما بيبقوا عايزين حاجة يعملوها بيعملوها، لكن عشان ينقذوا طفل ويقعدوا 5 أيام يفحروا بالفحار، احنا بنضحك على نفسنا. احنا كده مش عايزين ننقذ ولا عايزين نعمل اي شيء. كنا كلنا ملمومين، كنا كلنا موجودين، بس ما عملناش اي شيء، ما قدمناش اي وسيلة مفيدة للطفل ان احنا نفيده في يوم او اتنين. الطفل مش صغير او ان هو حتة لعبة تنزل في الفحرة، كنا ممكن جبنا طفل زيه وربطناه، طفل عنده عقل يتربط وينزل يوصل عنده يربط ويعمل اي شيء تاني. بس الفكرة الوحيدة ان احنا نفحر بفحار ننزل 30 متر تحت، ده احنا كده مش عايزين نحل ولا عايزين نخرجه. 5 أيام بنفكر ننزل ليه؟ 5 أيام مين اللي يستنى 5 أيام عامل حادث؟ واحد وقع من 30 متر من طول عمارة كاملة عايزه يفضل حي 5 أيام ورا بعض وعايز توصل له عادي كده بسهولة؟ وعايز نشكر رجال الأسعاف بتوعنا في مصر، لما بتحصل حادث عندنا على الطريق وبنتصل بيهم، والله العظيم واحد واثنين وثلاثة وعشرة بيتصلوا بيهم وما بيجوش غير بعد ساعة كاملة. بنبقوا عاملين الحادث والحادث الناس تعبانة والناس نفسها توصل، يعني توصل المستشفى بأي وسيلة، وفي الآخر أديكوا شايفين. بنقعدوا كل ده نتحايلوا على بتاع الأسعاف عشان يجي ينقذ واحد، والله العظيم لحد امبارح حادث عربية ملاكة على الطريق، اتصلنا ببتاع الأسعاف، بتاع الأسعاف ما بيننا وما بينه 5 دقايق بس، وأقل والله العظيم، بيجي بعد ساعة كاملة عشان أكلم واحد وأنا في البحيرة. بتاع أسعاف لازم أنا أكلم القاهرة، بتاع القاهرة يكلم اسكندرية، وبتاع اسكندرية يكلم البحيرة. واحد تعبان وبيموت وعامل حادث على الطريق، أفضل ألف ساعة كاملة؟ بيبقى نفسه يوصل للمستشفى يخش العناية ولا يخش يعمل عملية، وأنا مستني الأسعاف بالساعتين والتلاتة. ليه إحنا كده بنقدم لمين؟ عايزين ننقذه إزاي؟ وعايزين نخلي الإنسان يوصل للمستشفى إزاي؟ وعايزين ننقذه إزاي؟ واحد عامل حادثة ما بين الحياة والموت، أسيبه ساعة مرمي على الطريق وأسيب طفل صغير 5 أيام وعايز أنقذه وعايز أنزل في فحرة بحفار، جايب حفار يفحر 30 متر تحت؟ حفار اللي يفحر 30 متر تحت؟ أمال فين البريمة وفين البريمة اللي احنا بنجيبها عشان تدكك مواسير في أي مكان احنا عايزينه؟ ما البريمة بتنزل تدكك مواسير في أي مكان احنا عايزينه، بتمشي 30 40 50 ألف متر لو انت عايز، وبتدكك مواسير وبتعمل كل شيء تحت الأرض. جايبين فحار يفحر عشان ننزل، وخمس أيام فحار بيفحر ايه؟ ده كان زمانه فحر جبل كامل، ده كانوا 2 فحارين ومعدات كتير قوي، 5 أيام شغالين، احنا لو بنشيل الجبل كله كانت شال وخلص. ليه عملنا كده؟ احنا السبب في موت ريان. ليه والناس اللي بتموت على الطريق كل يوم بسبب الاسعافات اللي ما بتجيش في ساعتها؟ ليه افضل ساعة واتنين وتلاتة اكلم الاسعاف ما بتجيش؟ يا ريت نرحموا الناس ديت، الناس ديت محتاجة مساعدة. الراجل اللي محتاج مساعدة في أول ما بيعمل الحادث ده محتاج يروح المستشفى، محتاج حد يحطه في العناية.
بلاش نقول عن ان ده قدره، وهو قدره يموت كده، قدره يموت ان هو يموت بعد 5 ايام من حادث. ليه؟ ربنا كاتب عليه ان هو يموت. ولو ربنا كاتب عليه ان هو يموت كان مات في اول يوم، لكن ربنا سابه 5 ايام نتفرج احنا عليه، 5 ايام مش عارفين نخرجه، 5 ايام مش عارفين نقدم له اي مساعده. واللي بيفضل ساعه، الاسعافات ماليه الطريق، كل محافظه فيها يجي 1000 اسعاف ومحطوطه على الطريق. الاسعاف ما بينه وما بينها والله العظيم ما يكمل 5 دقايق وتجيلي، بنكلموها 20 مره وما بتجيش غير بعد ساعه، وبتبقى واقفه في مكانها، وعشان اكلمها لازم انا اكلم القاهره وياخدوا بياناتي وياخدوا بياناتي 30 40 مره، واحد غير يكلمهم ياخدوا بياناته وغيره وغيره وغيره. واحنا هنتصل بالاسعاف نهزر معاها، واحنا هنتصل بالاسعاف نضحك عليهم. لما نتصل بقول له في حادث على الطريق في المكان الفلاني، يقول لي هات بياناتك وبطاقتك ورقم بطاقتك وي وي وي، اديتهم لك يا سيدي، تعالى بقى واتحرك من مكانك، ولما ما تلاقيش حاجه اعمل لي محضر واعمل لي اللي انت عايزه، بس ما تسيبش الحادث ده كده. لو انت عايز تقدم خير بجد قدمه وبسرعه. بالله عليك لو عايز تنقذ البني ادمين ديت، يبقى تدور على حلول سريعه، مش حلول بتاخد يوم واتنين وتلاته وخمسه. حل ايه اللي انت عايز تنقذ واحد من الموت ياخد 5 ايام؟ ده في حل ياخد 5 ايام بتنقذ واحد من الموت؟ حرام عليكم بجد، واحنا السبب في موته.